السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مدرسة أنتم؟ مدرسة ثانوية سفينة النجاة. سفينة النجاة. أكو طلاب وياك استخدموا الرسم لو بس أنتي؟ لا أكو هواية. نعم. يعني أني وياي وحدة خطاطة ورسامة. أنت شو رسمتي؟ رسمت ذني ثلاثة رسمات وهنا اللوحة همات. عاشت ايدك. انت العاشق. نايش الموفقين. تسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ الحمد لله بخير. انتم ويا مدرسة؟ النواس المختلطة. متوسطة؟ اي. انت شنو اعمالك بهذا الرسم؟ انا رسمت هاي ليلة النجوم. نعم. وهذا وعندي هاي. عندك اشخاص رسموا وياك لو بس انت؟ اي اقرا اشخاص اثنين. نعم. ابني وولد. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مدرسة بدون زحمة. احنا مدرسة مأرب الابتدائية البنين. اهلا وسهلا بك. شنو شاركت اليوم برسوماتكم؟ والله شاركنا بعدة رسومات، احنا نعم. مطلوب من عنده بس خمس رسومات. نعم. وركزت اني الرسومات لازم تكون حقيقية الطلاب راسميها. عندي مواهب هواية بالمدرسة بس انا اختاريت المواهب الاصعب، شنو يعني اصعب؟ نعم. يعني عندي مثلا واحد من التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة عنده مشكلة بالنطق وبالسمع. وهذا عنده يعني شنو اللوحة رسمها؟ اللوحات اللي رسمها هاي. عنده قابلية على الرسم كلش قوية بحيث انه درس القراءة يرسم الموضوع مات القراءة قبل ما يدي يقرأ. هيك عنده قابلية على الرسم. فأني حاولت انه أنا اركز عليه. عندي لوحتين، هاي اللوحة عنده هاي اللوحة مات ايضا. نعم. يعني بس هو اشتغل هاي اللوحات؟ لا لا مو بس هو اشتغل لوحات. عندي واحد ثاني صف الثالث اسمه حسين، عنده قابلية لرسم الاشخاص، اي واحد يوقف قدامه يرسمه بس بطريقة نوعا ما كاريكاتيرية. هاي رسمي انا. عن نفسك بدون زحمة. انا اسمي الاستاذ عامر كاظم، معلم التربية الفنية في مدرسة مأرب الابتدائية. شكرا أستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مدرسة فاطمة بتأسد للبنات. شنو مشاركاتكم اليوم؟ يعني المشاركة كانت جاي أحسها فد غريبة من نواحي. اي عندنا تراث، يعني لازم نعرف هسه الشباب أكثرهم اللي فاتوا، الشباب الصغار الأولاد. صحيح. يقولون هاي قاعة عرس، يعني هم فسروها قاعة عرس ما مطلعين أبدا. فاني طالع تلميذاتي يعني بنات ودا اعلمهم التاريخ. هسه شوف عندنا بغداديات، عندنا تاريخ هاي قهوه عزاوي، هاي 1900 يعني هي تاريخها 1900 قديمه جدا وبيها قصه لطيفه فحاولنا نجسدها. شنو الرسومات الطالبات وياكم رسموا؟ طالبات عندنا مثلا عن فلسطين. عندنا عن فلسطين هسه هاي رسمه واعمال، يعني متجسده عندنا رسمه وعندنا اعمال بالنسبه لفلسطين. اوكي. بالنسبه شكل يعني شلون تقول كرتوني، عندنا شكل كرتوني وعندنا بغداديات وعندنا عن الشهداء، شهداء النصر. وعندنا شيء خيالي، يعني هي الطالبه شو شيء يعجبها ترسم. شكرا لك. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مدرسه اعداديه الصغيره للبنين. انت اول مره تشاركون هذا المهرجان؟ لا احنا مشاركين من قبل بس انا اول مره يعني اشارك لان نقلت. شنو بيشتغلت بال؟ والله انا اشتغل بالاكريليك والزيتي والماركر والمائي. نعم. وهواي عندي لوحات يعني بالزيتي، يعني اكثر شيء ضابطه هو الماركر. انت تمثل هنا؟ اي لان اغلبيه الرسمات هي الملونه الي. نعم. اي يعني مثلا ذن الدودل، ذن الرسمات يعني الحديث، رسم حديث. نعم. هو هذا يعني شر انا احب ارسم. عرفنا عن نفسك. اسمي علي محمد لفته. السلام عليكم. وعليكم السلام. شاركت بهاي اللوحات؟ اي شاركت بها. اني هاي راح اشارك بها، يعني اختبر بها. نعم. لان بها تفاصيل وحلوه فعجبتني قلت اشارك بها. استاذ فرغ مدحها وهواي مدحوها. يعني قلم استخدمتها؟ قلم عادي رصاص واحد. قلم رصاص واحد وسويت تدرجات يعني عن ظل وضوء وكذا بها سويت. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اعداديه الزعيم احنا هالسنه شاركنا بعده رسومات. نعم. شاركنا بعدة رسومات متنوعة منها الفحم اللي أنا شاركت بها رقية أنور، وعندنا رسومات ألوان وألوان أكريليك وألوان ألوان ولوحات وخطمات وزرفة مشاركة. شكرا لك.